الفقر وعدم المساواة وعدم العدالة الاجتماعية زائد التفرق بجميع أنواعه. لذا فإذا كان السلم يعرف بأنه الصلح والعافية والسلامة بينما السلام هو الاستقرار الذي يسود المجتمع وتسعى إليه المجموعات البشرية، وكل هذه المسائل توجد عندنا نحن المسلمين. إن نحن نظرنا نظرة ثاقبة في ديننا بوسطية واعتدال ودون تنطع، حيث قال الله عز وجل: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق اليوم كان لقاء تواصلي مع مناضلي ومناضلات الاتحاد العام الشغالين بفاس، اطار انفتاح ديال النقابه ديالنا العتيده مع مجموعه ديال الهيئات، مع مجموعه ديال المنظمات، مع مجموعه ديال الجمعيات اللي يمكن لها تكون المواضيع ديالها او المداخلات ديالها او التدخل ديالها يكون كيخدم الصالح ديال المواطن او مصلحه المواطن وكيدافع بالضرورة على الحقوق ديالهم. اليوم كان بتنسيق مع المركز المتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة العالم دون حروب ودون عنف اللي كتمثلها الرئيسة ديالها مارتين ديكارد بمقر الاتحاد العام. كان هذا اللقاء تواصلي أولا لإعطاء واحد الصورة على لامارش مونديال أو المسيرة العالمية الثانية اللي غادي تنطلق في 2 أكتوبر من مدريد وغادي من بعدها المحطه ديال المغرب وداكار الى ان تصل الارجنتين. هذه المحطه اللي غادي تدوز 96 دوله، حنا غادي نكونوا من ضمن النقابات ومن ضمن التنظيمات اللي غادي تشارك فيها. هذه المسيره اللي غادي تكون لنبذ العنف، نبذ او يعني نقاش في واحد الموضوع اللي هو حساس الان، اللي هو نبدا او تصدي للتطرف والارهاب، واللي حنا كتعاني منه مجموعه ديال الدول وكيعانيوا منه مجموعه ديال الارهاب اللي رجعنا كنهضروا عليه الان انه لم يعد له دين. كانوا كيقولوا كيربطوه بالاسلام فهو ما بقاش مربوط بالاسلام، وكما كنعرفوه منذ القدم هو مرتبط بالتطرف، التطرف اللي كنبدوه جميعا كمغاربه، يعني بلد امين مطمئن الحمد لله في ظل القياده الرشيده كما سبق لي قلت ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. اليوم هذا اللقاء تيندرج في التغيير اللي اعلنت عليه النقابه ديال الاتحاد العام وطنيا بقياده الاخ نعم مياره، واقليميا بالقياده ديال المكتب الاقليمي اللي كان حاضر اليوم. نتمنى بانه هاد الخطوات وهاد المبادرات وهاد اللقاءات تستمر من اجل الصالح ديال الشغيله، من اجل الصالح ديال المناضلين والمناضلات اللي الدور ديالهم كذلك كيندرج في الدفاع على المصالح ديالهم والحقوق ديالهم اللي هي كتندرج دائما في الاطار الحقوقي. وكنظن ان الاخ محمد القادم مشكورا يمكن له يتكلم على الجانب الحقوقي اكثر، اللي هو رئيس المركز المتوسط لحقوق الانسان واللي كان معنا اليوم في هذا اللقاء اللي كان بتعاون معهم، وله كلمه الى سمحتي. شكرا الاخ سدريس. بالفعل هذا اللقاء التواصلي اللي كيتنظم هذا الصباح هذا بالمقر ديال الكتابه الاقليميه للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبالمناسبه كنشكر الكتابه الاقليميه لان لولا الدعم ديالها ولولا الوجود ديالها والتوفير ديالها لهذا المكان والدعم اللوجستيكي ما كان لهذا اللقاء ان يحصل، وهذا فخر للفعل النقابي. حنا بالنسبه لنا يعني في اطار المركز المتوسط لحقوق الانسان انخرطنا في هذا اللقاء التواصلي اللي تحت شعار الرهان على نبذ العنف للتصدي للتطرف والإرهاب، اللي كيندرج في إطار التعريف بمشروع المسيرة العالمية للسلام في نسختها الثانية. الهدف منه هو التحسيس بـ 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 الـ يعني لإدانة جميع أشكال التسلح اللي كتجري في العالم واللي كتخلق واحد العدد ديال التوترات واللي كتخلق واحد العدد كتسبب خلق واحد العدد ديال المآسي وخلق واحد العدد ديال البؤر ديال البؤس والفقر في مختلف انحاء العالم.
ومن خلال الخبراء ديال منظمة عالم بدون حروب وبدون عنف اكتشفوا على أن 10% فقط من الميزانية اللي كترصد للتسلح أنها كافية باش تخرج إفريقيا وقارة آسيا من البؤر ديال الفقر والبؤر ديال البؤس اللي كيعيشوا فيها والتداعيات ديالهم يعني ما يعقبها من الحركات ديال الهجرة الغير سرية وما إلى آخره. ثم كذلك تسليط الأضواء على مختلف الإجراءات الدولية اللي بطريقة ولا بأخرى كتأثر على الاستقرار ديال والسلم العالمي. إذا احنا من خلال اللقاء هذا كنحاولوا ما أمكن أننا يعني نساهموا في التوعية والتعبئة من أجل تأسيس لواحد الثقافة والقيم ديال السلم والسلام العالمي. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.